تعرضت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. وبحسب التقارير فإن المروحية هي مروحية من إحدى ثلاث مروحيات في الموكب كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين. وكالة إرنا أفادت بأن فريق البحث والإنقاذ أو فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول بأن سوء الأحوال الجوية يعقد من عمليات البحث. وفي آخر المستجدات حول جهود البحث والإنقاذ الجارية حتى الآن، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إن فرق الاستجابة السريعة تواجه تحديات كبيرة وذلك بحسب الظروف الضبابية. داریم وسط رو پایش میکنیم با توجه به نشانه هایی که از اون منطقه گرفتیم، بیشتر داریم اونجا رو پیگیری میکنیم. منطقه شرایط جوی بسیار نامساعده و محل صعب العبوریه، اما با تمام تلاش همکاران عزیز دارن اقدامات جستجویشون انجام میدن، از پهپاد و اقدامات هوایی هم استفاده کردیم. منطقه با توجه به شرایط جوی آب و هوا امکان جستجوی هوایی واقعا وجود نداره، فقط از طریق نیروهای زمینی و واکنش سریع ما و نیروهای ارزیابیمون دارن کار جستجو میکنن. إلى ذلك قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بأن هناك صعوبة في الاتصال بالفريق الذي كان مع الرئيس بسبب الطبيعة الجغرافية للمكان وسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تقوم بعملها. بم حال بوده و موقعیتی که در منطقه بوده، خب ما الان گروه های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستند، ولی خب با توجه به محالوت بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هست مقداری خب ممکنه زمان ببره تا. إذن مشاهدينا الكرام، في ظل متابعتنا لهذا الحادث الذي تعرض له الرئيس الإيراني، يلتحق بنا عبر تطبيق زوم من لندن السيد حسن راضي الكاتب والباحث المختص في الشؤون الإيرانية، وأيضا عبر تطبيق زوم من بروكسل السيدة منى سيلاوي الباحثة في الشؤون الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. سيدة منى، دعيني أبدأ معك، كيف تقيمين المشهد حتى الآن في ظل عمليات البحث الجارية منذ قرابة ساعة بدأت، وهي الحادثة قد مر عليها ما يقارب 3 ساعات إلى 4 ساعات؟ تحياتي لك وللمشاهدين. أظن الآن الأمر محتوم ومحسوم، أنه احتمالية إيجاد رئيس جمهور الإيراني سالما بعيدة جدا، يعني احتمالية أنه هو ومن كانوا معه الآن ميتين متوفين كبيرة جدا لأسباب عدة، يعني حتى المروحيات لم يستطيعوا أن يصلوا، مروحيات الإنقاذ لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المنطقة، السيارات لا تستطيع أن تصل إلى هذه المنطقة، منطقة جبلية ليس الإمكانية الوصول فيها، حتى طلبوا من متسلقي الجبال أن يأتوا لأن يساعدوا الفريق الإنقاذ، كما أنه لم يستطيعوا حتى إيجاد أي سيجنال من خلال التلفونات ثريا، لأنه من المستبعد جدا من كانوا داخل هذه المروحية أن لا يكون لديهم ثريا، لذلك إذا لم يستطيعوا حتى الآن أن يصلوا للتواصل مع الأشخاص الموجودين والطاقم الموجود، استبعد أنه يكون للآن أي أحد منهم بقي حيا، أو حتى إذا هو حي حتى الآن أن يستطيعوا أن يصلوا إليه بسبب الآن البرد وصعوبة الوصول لهذه المنطقة. نعم سيد حسن، في ظل هذه الظروف وربما المنطقية التي تتحدث الآن عن طول الوقت حتى الآن منذ حصول هذا الحادث حتى عمليات البحث ووعورة المنطقة وجغرافيتها الصعبة وكل هذه التفاصيل، بالإضافة إلى أنه إذا أخذنا خطوة إلى الوراء نتحدث عن بعض الخلافات السياسية أو الاستقطابات والتجاذبات السياسية في الداخل الإيراني، من في الداخل الإيراني قد يستفيد مما يحدث وحدث الآن، سواء
أعلن عن وفاة الرئيس أو حتى أعلن عن نجاته؟ تحية طيبة. أعتقد أنه الآن كل المؤشرات وحتى يعني تدرج الأخبار من داخل إيران شيئا فشيئا يعني توصلنا أو تشير إلى أنه إمكانية وجوده حيا مستبعد. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه يعني المنطقة يتحدث عنها الإعلام الإيراني وعرة وجبال وغابات والبرد والمطر، أيضا تصعب الوصول إلى المكان خاصة إذا هم جرحى يعني في المكان يحتاجون إلى إنقاذ. من ثم يعني أنا أعتقد الطائرات التي كانت ترافق طائرة الرئيس يعني ينبغي أن تعرف أين اختفت، لأن هي ترافق الطائرة، وكما قال النظام الإيراني أو إعلام النظام الإيراني أنه الطائرة يعني هبطت طراريا أو بصعوبة، فيمكن للطائرات الأخرى أعتقد أن تهبط في نفس المكان لإنقاذ الرئيس، وهي كانت هذه مهمتها لمراقبة وحماية الرئيس. لذلك والأخبار المتضاربة التي يعملها النظام الإيراني تشير بأنه هناك حدث أو عملا مدبرا، والنظام الإيراني يعلم، وخاصة الحرس الثوري يعلم بالعمل وبتفاصيله، ولكن لا يريد يعني الإعلان بشكل سريع يهيئ الأجواء والنفسيات في الداخل حتى لا يكون صدمة، خاصة أنه نتحدث عن انتشار قوات أمنية مكثفة في شوارع بعض شوارع وأماكن طهران، يعني تجنبا لخروج الناس بمظاهرات أو حتى الناس تتحدث عن احتفالات في حال إعلان خبر وفاته. أنا أعتقد يعني رجوعا إلى سؤالك أنه من المستفيد نظرا للصراع الموجود على خلافة خامنئي بين إبراهيم رئيسي ونجل خامنئي مجتبى خامنئي؟ بالتأكيد المستفيد الأول هو مجتبى خامنئي، وأيضا خامنئي نفسه، لأنه يبدو أنه تصفيات يعني انتقلت ما بين التيارات ووصلت إلى تيار المحافظ، الآن دخلت إلى داخل تيار المحافظ المتشدد ووصلت إلى بيت خامنئي من أجل يعني وصول يعني من أجل تهيئة الأجواء لخامنئي ليكون هو خليفا لأبيه. لذلك أنا أعتقد المستفيد هو يعني نجل خامنئي بالتنسيق مع الحرس الثوري. طبعا هناك سيناريوهات أخرى قراءة لهذا الحادث، أنه هناك لطالما صراع موجود بين الجيش من جهة والحرس الثوري من جهة أخرى، ولطالما إبراهيم رئيسي هو مقرب جدا من الحرس الثوري، وأيضا وزير خارجيته هو من قادة الحرس الثوري، وهناك قراءة تقول أنه ربما الجيش كان يعني قام بهذه التصفيات نتيجة الصراعات وأبعاد الجيش من كل مفاصل الحياة العسكرية في داخل إيران، وهيمنة الحرس ليس فقط على العسكر بل على الإعلام والاقتصاد والسياسة وكل شيء. لذلك نعم احتمالية تصفيته هي واردة جدا وقوية جدا، وتصفيات داخلية من أجل يعني وصول مجتبى خامنئي إلى المكان الذي يريده الحرس المقربين من خامنئي. نعم، أيضا أريد أن ربما أسأل ضيفتي ضيفتي السيدة منى. السيدة منى، عندما نتحدث عن مثل هذه التجاذبات الداخلية اليوم، بحسب خبرتك، عندما نستمع لبعض الأخبار من وكالة تسنيم، نستمع من بعض الأخبار من وكالة إيرنا، وأيضا ربما إعلام تابع للحرس الثوري، عندما تابعت الأخبار منذ ساعتين إلى ثلاثة وفق هذه الوكالات ووسائل الإعلام الإيرانية، ما الاستنتاج الذي استنتجتيه من خلال هذه الأخبار وماهية هذه الأخبار؟ يعني مهما تكون السيناريو، يعني كان اغتيال من قبل إسرائيل اللي أحد السيناريوهات اللي كانت موجودة أنه ممكن تم تلاعب مع المروحية عندما كان في أذربيجان، أو كانت اغتيال بسبب اختلاف على السلطة، في النهاية دخل النظام الإيراني في أزمة في إدارة كيفية نشر الخبر. يعني نحن كان لدينا وكالة مهر الذي
كتب التي كتبت في البداية أنه تم إيجاد الرئيس جمهور وانتقل إلى تبريز، ولكن فيما بعد تم سحب الخبر. ثم نرى أنه مثلا وكالة التسنيم يقوم بإعطاء اختار أو ينبه الذين كتبوا بعض الأخبار عن وضع الرئيس الجمهور، مثلا بعض كتبوا خبر استشهاده حتى قبل ما يكون هناك إعلام رسمي يعلن ذلك، وباركوا وقالوا أنه استشهد رئيس الجمهور. كما أيضا هناك أخبار أنه منعوا الأشخاص المحليين أو السلطات المحلية أن تقوم بتقديم أي تعليقات للقنوات الإعلامية، كلها يدل أن النظام في أزمة في كيفية إدارة هذه القضية. كما أنه لهذه الخبر كان تأثيرات سلبية جدا على اقتصاد الإيراني، سوق الأسهم، على ارتفاع سعر الذهب، ارتفاع العملة الأجنبية. لذلك يعني في النهاية النظام حتى وإن كانت عملية مدبرة بسبب صراعات داخلية لم يستطيعوا أن يديروا الأزمة بشكل صحيح. كما أنه كثير من الغموض في طبيعة المعلومات، مثلا البروتوكول الأساسي عندما يطير طائرة، هي طائرة اسمها بيل 412، طائرة أمريكية سعرها مليونين ونص دولار، مليون دولار، فتعتبر من أحدث المروحيات الموجودة لدى النظام الإيراني. صحيح بسبب الحظر الاقتصادي ممكن يعني كانوا له فيها مشاكل تقنية، ولكن في العادة هي المروحية محجوزة لرئيس جمهور والمرشد العلى، لذلك بالعادة طيارة حديثة يعني مروحية نعم حديثة لا تعاني بكثير من المشاكل. ولكن البروتوكول الأساسي عندما تطير هذه المروحية يكون معها مروحيتين فيها المراقبين المحافظين على الرؤساء، ولكن لا نسمع الحديث عن معلومات عن تلك المروحيات، أين فقدوا الاتصال مع مروحية رئيس الجمهور، متى رجعوا، أين رجعوا. يعني كل هذه الغموض أيضا يسبب أن الواحد يسبب كثير من الشكوك ونشر كثير من الإشاعات، لأنه بالنهاية عملية تدوير المعلومات متحكم فيها النظام الإيراني. لذلك هذا الغموض يسبب كثير من الشكوك أنه بالفعل ما حصل للرئيس الجمهور الإيراني، هل هو كانت عملية مدبرة. ولكن لا ننسى أن رئيس الجمهور الإيراني الحالي، رئيسي مقرب لمرشد العلا، كل تكهنات بأنه هل كانت عملية صراع الذئاب داخل السلطة، وهل الثورة بدأ يأكل أبناء، مع أنه بدأوا نعم بأكل أبناء هذه السلطة، ممكن في عندما نرى الخطوة القادمة ماذا سيكون في المرحلة القادمة، سيدة ممكن منى، يكون بحديثك لديهم عن تحليل المرشد دقيق. خامنئي الآن، وأذهب بالتساؤل للسيد حسن، خامنئي الآن يقول بأن البلاد لن تتأثر بهذه الحادثة، أو إدارة البلاد لن تتأثر بهذه الحادثة. إلى أي مدى من الممكن أن ننظر بعمق لمثل هذه التصريحات الآن، أم أنها تصريحات تحاول السيطرة على المشهد حتى لا تحدث هناك فوضى داخلية؟ لا طبعا هذا التصريح له دلالات كبيرة عندما يقول لن تتأثر البلاد من هذا حادث، بأنه فعلا حادث كبير وحادث جلل، وهو يشير أو ربما يوحي بأنه لديه معلومات بأنه يعني إبراهيم رئيسي ليس حيا نتيجة هذا الحادث. لذلك نعم، هذه التصريحات بالإضافة إلى التصريحات والمعلومات المتضاربة التي أعلنها الإعلام الإيراني كلها يعني متضاربة ومتناقضة في كثير من الأحيان، بمعنى أنه أما فعلا لا يملكون أي معلومة عن المكان الحادث وهل هو حيا أو لا، أو أم أنه يعرفون جيدا ولكن يتعمدون نشر هكذا معلومات متضاربة وأيضا متقطعة. ورأينا أنه النظام الإيراني لديه تجربة في هذا الخصوص، يتعمد نشر الغموض والمعلومات المتضاربة حول حدث كبير. وعلى سبيل المثال عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية نعم في سماء طهران، نكر الإعلام الإيراني بداية الأمر، وثم قال أمريكا أسقطتها، ومن ثم قالوا حادث، وبعد ذلك نتيجة الضغوط والمقاطع الفيديو التي خرجت أثبتت بأنه الحرس الثوري يعني وراء هذا العمل. ولكن كان الحرس الثوري يعلم منذ البداية، ولكن يتعمد سياسة أو استراتيجية الغموض في نشر المعلومات. الآن كما يعني هذه التناقضات يعني حقيقة ونتيجة أيضا الخلفية في داخل النظام والتصفيات على من أجل يعني
وصول سلس او ايجاد وصول سلس لنجل خامنئي، نعم. وقبل ذلك تم تصفيه يعني هاشم رفسنجاني، لا ننسى ايضا انطلاقا من هذا من ذلك الصراع، وايضا انه كان رفسنجاني من اهم المنافسين الحقيقيين ليس فقط لخلافه خامنئي، بل ايضا لوجود خامنئي وربما يعني ابعاده من السلطه من خلال مجلس الخبراء القياده او نفوذه الكبير رفسنجاني في النظام. لذلك نعم. هذه التصفيات طيب. يعني طبيعيه جدا سيد في حسن. النظام الايراني نتيجه نعم. نعم، ساعود اليك للحديث عن منطقية التعامل مع الخبر وعدم وصول أي معلومة حتى الآن، لأننا نتحدث عن منطقة مرت بها هذه الطائرات، اثنان منها قد ذهبت إلى وجهتها كما تقول الأخبار، وواحدة منها سقطت وهي التي يقال بأن على متنها الرئيس ووزير الخارجية، بالتأكيد تفاصيل ربما تكون فيها كثير من الغموض كما ذكرت. لكن دعني في شأن متصل نتحدث عن أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عقد جلسة طارئة برئاسة خامنئي لبحث تطورات حادثة سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني بأن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية التي كانت تقلهما في محافظة أذربيجان الشرقية، كما وصف المسؤول الإيراني المعلومات الواردة من موقع تحطم الطائرة بأنها مثيرة للقلق، لكنه مع ذلك قال إن التفاؤل موجود بشأن احتمالية نجاتهم. هذا وعرضت وكالة رويترز آخر تصريحات للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته مع الوفد الوزاري المرافق له إلى أذربيجان قبل اختفاء المروحية التي كانت تقله في محافظة أذربيجان الشرقية. در واقع عبور گردشگران در اینجا کاملا فراهم بکنه و با این جدیتی که داره کار میشه، من فکر کنم از زمانی که ما پیش بینی کردیم که تقریبا نزدیک 3 سال باشه، حتما این زمان کاهش پیدا میکنه و در یک زمان بسیار محدودتری ان شاء الله این کار به انجام میرسه تا مردم بتونن از در واقع سیاسی و قاض و رجل دین عرف بالصرامه والقسوه، قاد شعار محاربة المفسدين وقاده إلى رئاسة إيران، فمن هو إبراهيم رئيسي؟ نتابع. أعود لضيوفي السيد حسن والسيدة منى. سيدة منى، دعيني أسألك عند الحديث عن مثل هذه التعاملات مع هذا المشهد، واليوم نتحدث عن تصريح مهم للمرشد بأن إدارة البلاد لن تتأثر، كيف تفسري هذا التصريح ودلالاته؟ يعني أول نرجع لقضية تناقض في معلومات. يعني الآن أول ذكرى أنه كان هناك اجتماع لمجلس العالي للأمن القومي، ولكن الآن أنا كنت أتابع وكالة إيسنا جاءت وكذبت الخبر، قالت لم يكن هناك اجتماع مع مجلس العالي للأمن القومي مع خامنئي، لأنه يريدون يخففون من حدة الأزمة من طرف رفسنجاني. مرشد العالي من مجبور أن يقول هذا الأمر، لأنه لا ننسى السنة الماضية في هذا الوقت إيران كانت في نص ثورة عارمة، حتى الآن هناك تمرد واضح للنساء
ضد شرطة الأخلاق، يعني على رغم أنه النظام وعد أنه لا يتدخل في حياة الناس الخاصة، ولكن رجعنا يعني سمعنا مرة أخرى سيارات شرطة الأخلاق في الشوارع، هناك كثير من الملاسنات بين النساء في الشارع وقوات الأمنية. يعني من الطبيعي جدا المرشد يكون متخوف انه خبر هكذا، غير انه ممكن يسبب عدم الامان في داخل الايراني، قد يسبب كثير من الشماتة من قبل داخل الايراني. لا ننسى حتى عندما ضربت مثلا الطائرات الاسرائيليه او المسيرات الاسرائيليه داخل الايراني، كان هناك كثير من الشماتة من قبل الداخل الايراني ضد القوات الامنيه او ضد النظام الايراني. ليش؟ لانه كانوا يقولون نحن ليس لدينا لا حول ولا قوة أمام كل هذه الآلة العنيفة التي تعنفنا في الشارع، ولكن جاء من أقوى منا. أو في هذا الصراع، يعني اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، على هذا المنطق كانوا يتشمتون في النظام الإيراني. فالآن في هذه المرحلة، إن كانت عملية داخلية مخططة لها من قبل النظام، وإن كانت عملية اغتيال، وإن كانت مشكلة تقنية أو بسبب طقس أصبحت هذه العملية، لا ينفي الحقيقة أنه هناك رئيس جمهور، وزير أمور خارجية، محاكم تبريز، وإمام جمعة تبريز، شخصيات بارزة سياسية ماتوا في هذه الطريقة دون حتى يمكن الوصول للحصول على جثثهم. الله أعلم، حتى ممكن احتمالية أنه يحصلون على دفن محترم، لأنهم في منطقة تضاريسها جدا صعبة، هل يوصلون عليهم يحصلوا على جثث؟ فلذلك من الطبيعي جدا المرشد يقول الوضع لا يتأثر في حال أنه نحن نعرف هذه الخبر بهذه، يعني اللي تسبب أزمة وصدمة. ليس القضية أنه ممكن نخفف من حدتها، في النهاية هو رئيس جمهور رجل أول في السياسة، يعني بعد مرشد العالم. العكس من ذلك، هناك كثير من التخوف، ونرى التخوف في سوق الاقتصاد الإيراني، يعني السوق الإيراني تأثر، المستثمرين متأثرين في ذلك، العملة الصعبة ارتفع سعرها، ناس صارت تهاجم تشتري الذهب لأنه تخاف من عدم الاستقرار السياسي. العكس من ذلك، يعني صحيح يقولون تحت السيطرة، لأنه يريدون يرسلون رسالة للشارع الإيراني أنهم يتحكمون فيها، وفي حال أي أزمة أو مظاهرة صارت ممكن أن يتدخلون، ممكن لا أكيد يتدخلون في قبضة حديدية، نعم. ولكن هي ليست في قضية أنه، وكما تبين أنه لم يستطيعوا حتى الآن يديرون الأزمة بشكل جيد. طيب سيد حسن، تحليلا، إذا ما سلمنا بأن ما حصل هو بالفعل تصفية للرئيس الإيراني، وذلك عطفا على التجاذبات التي تحصل في الداخل، هل بالفعل التجاذبات التي تحصل في الداخل من الممكن أن توصل لمرحلة تصفية الرئيس الإيراني، أم أن مسألة دخول إسرائيل على الخط ستكون واردة، مسألة أن يكون مجرد حادث أيضا واردة في ظل الحديث عن طائرتين كانت ترافق الموكب، هذه الطائرتين وصلت إلى وجهتها، بقيت هذه الطائرة في ظل أننا نتجاوز الآن 3 أو 4 إلى 5 ساعات ولم تصل طائرات إلى تلك المنطقة التي مرت من فوقها طائرات؟ يعني لماذا لا تصل طائرات للمنطقة التي كانت تمر فيها طائرات سابقا، ومنها طائرة الرئيس المتطور التي تحدثت عنها السيدة منى؟ هل تصل هذه المرحلة إلى أن يصفر الرئيس الإيراني بهذه الطريقة؟ هذا مجازا أو جدلا إذا ما اعتبرنا أن ما حدث له علاقة بما يحصل في الداخل من تجاذبات سياسية. نعم، كل السيناريوهات هي محتملة، يعني أما حادث طبيعي إذا سلمنا أنه هذا حادث طبيعي، هذا السيناريو أيضا يثبت هنا فشل النظام الإيراني في الوصول إلى مكان الحادث وإنقاذ الرئيس الذي يعتبره هو رجل الثاني. أما يعني تعمدا يعني بعرقلة الأمور وعدم الوصول إليه، حتى يعني هناك أيادي تريد التخلص من عنده، إذا سلمنا يعني جدلا أنه حادث طبيعي وتقني تسبب في يعني سقوط الطائرة أو هبوطها الصعب كما وصفه النظام أو الإعلام الإيراني. أما السيناريوهات الأخرات، أما تصفيات من قبل إسرائيل، هذا وارد ومحتمل، لكن أقوى السيناريوهات هو التصفيات الداخلية. نعم، ويمكن الوصول إلى هذا الأمر، لأنه كما قلت أنه رفسنجاني كان الرجل الثاني في السلطة، وهو يعني الرجل
الذي لديه نفوذ كبير وهو الذي له الفضل في وصول خامنئي إلى المنصب الذي هو عليه الآن، وأيضا تم تصفيته بسبب الصراعات، بسبب خوف خامنئي من رفسنجاني أن لا يزيح من هذه من السلطة أو يخلفه على أقل التقدير. تم التخلص من الرجل الثاني في النظام، وأيضا اليوم أصبح إبراهيم رئيس الرجل الثاني في النظام بعد خامنئي، يعني لا ينافسه أحدا، بل هو من أقوى المرشحين لخلافة خامنئي. ولا ننسى أن هناك صراعات وهناك جدل أيضا حول من يخلف خامنئي، كما أن هنا دائرة الصراعات في داخل النظام الإيراني هي واسعة جدا، يعني صراعات في ما بين التيارات الإصلاحيين والمحافظين والمعتدلين والمحافظين المتشددين والمحافظين المعتدلين، كما صراع بين يعني الجيش وبين الحرس، صراع يعني أيضا تصفيات وانتقامات يعني من أجل سيطرة خامنئي ويعني مجموعة قليلة من قيادات الحرس الثوري، وهنا يتم تصفية من يتنافس أو يكون خطرا على وصول يعني إلى وصوله إلى هذا المنصب، كما أنه إبراهيم رئيسي صحيح شخصية مهمة ورجل ثاني وكبير في النظام الإيراني، وبالتأكيد النظام الإيراني تأثر، لكن خامنئي محق من جانب عندما قال لن يتأثر النظام وإدارة البلاد من وفاة أو في حادث يعني اغتيال يعني أو فوق موت إبراهيم رئيسي، لأنه محق في من هذا الجانب، لأنه هو الذي يدير البلاد، خامنئي والحرس الثوري من يدير البلاد. يعني إبراهيم رئيسي مهما كانت مكانته وتاريخه في النظام الإيراني، لكن بالتأكيد هو موظف في يعني عند خامنئي، ولا يستطيع أن ينفذ أي قرار. لا ننسى أنه نائب الرئيس الإيراني السابق روحاني جهانجيري قال أنه نحن في المكتب الرئاسي لا نستطيع حتى تغيير يعني موظف في المكتب، سكرتير كما وصف، وكيف نتخذ قرارات مهمة للبلاد، بمعنى أنه إدارة البلاد والقرارات المهمة كلها بيد خامنئي، وحتى يعني القرارات التي تصدر من الحكومة، حكومة خامنئي أو من البرلمان أو أي لا يتم مصادقة عليها إلا من خلال المؤسسات والمجالس التي يديرها خامنئي، مجلسات الدستور وأيضا المجالس الأخرى، وأيضا وبالأخير حتى إذا حصل جدل بين هذه المجالس تذهب إلى مجلس الأمن القومي أو مصلحة النظام، وهذا أيضا يديره خامنئي. لذلك خامنئي الذي هو يدير البلاد والحلقة أيضا الضيقة حوله، ومن خلف الستار هو أيضا نجلة يلعب دور كبير في إدارة البلاد وبعلاقاته القوية مع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. لذلك هنا تأتي يعني أو يأتي سيناريو تصفيته من أجل واضح أن لا يأخذ مكان يعني نجل خامنئي مشتبه الذي ويسهل الطريق إلى بهذا الاغتيال إن صح هذا السيناريو. نعم، ابقيا معي ضيفي الكريمين. المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هبطت بحسب الأخبار اضطراريا في غابات ورزقان في أذربيجان الشرقية، فمن كان يرافق الرئيس الإيراني على متن هذه المروحية؟